السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه دي دو سامدي. هذا النهار ان شاء الله نقدموا واحد الحلقه ديال واش كتحتاج الانثى للضوء ملي كتكون كتولد. هذا السؤال في الحقيقه جاني عباره عن يعني كومونتير واحد السيد تساءل قال لك واش يعني منين كنكونوا منين كتكون العمليه ديال الولاده ديال الانثى واش خصنا نكونوا يعني مضلين عليها يعني الظلمه ولا كتحتاج حتى هي للضوء. في الحقيقه الا جيتوا تفكروا معايا الارنب ملي كيبغي يولد يعني الارنبه سمو كتبغي في الحقيقه كتبغي انه بعدا اول حاجه ما يشوفها شي واحد في العمليه ديال الولاده ديالها. اللي كاين بعض يعني الانثى اللي الانثى ديال الارنب اللي منين كتشوفها ولدات يعني كتحضر لها العمليه ديال الولاده ديالها سمو كدير اول حاجه كتاكل ولادها الله يحفظ. يعني كاينين هاد الحالات يعني اكثريه في البلدي هاد الحاله كاينه رائجه بزاف عندنا بعدا في هاد المنطقه ديالنا. والرومي كذلك كاين الانثى اللي واخا تشوفها ماشي مشكل وكاين الانثى اللي حتى هي كتاكل ولادها ما كتبغيش شي واحد يشوف العمليه ديال الولاده ديالها كيفاش كتتم. اذا هو قال الضوء ماشي يعني واش غادي نضرقوا عليها ولا لا. انا بالنسبه للضوء هانتوما كما كتشوفوا معايا راه هاد العشه داير فيها واحد البوله ها هي يعني مدوز لها الضوء ها هي راه بوله هذه. علاش دايرها لجوج اغراض في الحقيقه. الغرض الاول ان يعني بالنسبه للجو البارد هي هذيك البوله او جوج يعني ماشي البوله الليد ديك البيضاء ديال النيو لا البوله العاديه انها الا قربتوا يديكم ليها كتصدر واحد الحراره. يعني الا كانت المكان مغطى وكانت فيه واحد البوله راه كاين واحد النوع من الحراره ممكن ان الارانب يستافدوا من هذيك الحراره يعني التدفئه. كتدفئه واخا تكون بسيطه هذيك التدفئه ولكن بعدا الامر الثاني هو في حقيقه ثلاثه الامور. الامر الثاني وهو احنا هضرنا اولا على التدفئه ثانيا في الليل. في الليل الارنب الا خليتي له الماكله قدامه وشعلتي عليه الضوء كيبقى ياكل سمو هي كتصالحه هذه الطريقه للتسمين. يعني ملي نشوفوا الارانب ديالنا بالليل نوضوا وما لقاوش يعني هاد الماكله ما لقاوهاش لقاو غير حديد يعني يعني كي 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 كيردوها بحال هكا بحال هذا الشكل هكا يعني كياكلوا مزيان. سمو هي المعنى ديالها انهم كياكلوا مزيان انك خليتي لهم الضوء شاعل. ملي كتخلي لهم الضوء شاعل ما كينعسوش. ناخذ مثال الدجاج الرومي وليس البلدي سمو مسمينو يعني التسميه ديالو دجاج الضوء. سمو هو دجاج الضوء لانه كي باش كيسمنوه بزاف ما كيخليهوش ينعس كيخليوه ديما فايق ولا بقى فايق كيبقى ياكل. يعني اي حيوان بقى فايق ما نعش ولقى قدامو الماكله كيبقى ياكل يعني اوتوماتيكمون كيبقى ياكل. ملي كيبقى ياكل كيولي بصحه جيده اولا. الناس اللي باغيين يسمنوا يعني التسمين الارانب فيما يشوفوا يعني الضوء كيحسبوا راسهم باقيين عاد فايقين. واخا كاين الليل هو كيحسب راسو باقي فايق قدامو الماكله صافي كيبدا ياكل. ها انت ربحتي الصحه الجيده ديال الارانب هادشي من الضوء. اما بالنسبه ل ل ل ل ل يعني الانثى ملي تبغي تولد هذيك ممكن انكم تخليوا البوله شاعله للتدفئه ولا هي الا بغات تنوض تاكل ولا هذه ولكن ضروري انكم تغطيو القفص بواحد الكاشه. انا نوريكم هذه الطريقه كيفاش. اذا كما كتشوفوا الطريقه وهو غطاء عادي هانتوما كما كتشوفوا ها هي البوله راها نقولوا شاعله هنايا انا دابا راه نطفيها باقي عاد وقيت المغرب ما جاتش ها هي البوله هي هادي. ولكن الارنب ديولي راهم كلهم عاطيهم الضوء الا هادي اللي راها قريبه تولد ان شاء الله. دعوا معايا انها تولد راها تلقحت مزيان وراها يعني راها حامله قريبه تولد باقي لها شي سيمانه وتولد. انا غطيت هاد القفص علاش غير من جوج حالات. كاين هاد القفص شو كيفاش داير راه محلول على حساب الصغار انهم ما يبردوش وثانيا انها الضوء كله كاين في القفص الا هاد الجهه هادي غادي تكون مظله. يعني الا طلينا لداخل غادي نلقاو الظلام
هانتوما كما كتشوفوا الا طلينا بحال هكا غنلقاو الظلام. هذاك الظلام هي كتحتاجو. علاش؟ لان كتبغي الارنب بالطبيعه ديالو كيكون يعني كيبغي الستره وكيبغي التخشى، لان كاين الارانب اللي الا طلقتيهم في اكثريه البلديه، الا طلقتيهم في واحد الجهه يعني في حدا الدار مثلا، سمو كيديروا واحد الحفر، وداك الحفر كيديروا كيولدوا فيها، يعني منين كيديروا ديك الحفره كيتخشوا فيها وكيولدوا فيها وكيسدوها سبحان الله. يعني سمو هما كيبغيو في الحقيقه الطبيعه ديالهم كيبغيو الظلمه، يعني قداش ما ظلمتوا عليهم قداش ما هذوك الارانب غادي يكونوا صادقين، وحتى عملية الولادة غادي تكون صادقة 100% إن شاء الله، لأنكم هي أعطيتها الضوء يعني لأسباب، يعني ممكن أن تكون البرودة بزاف هذيك البولة أنها كتحمي هذوك الصغار، ولكن القفص مثل هذا ضربوه بواحد الغطاء بحال هذا الشكل، كما كان غطاء قديم ولا اللي كان غطاء كاشه مثلا، وكتدرقوا هاد الجهه باش كتكون عندها الظلمه لداخل، باش ملي كتولد كتكون عندها الظلمه. الارنب كيبغي الظلمه ملي كيبغي يولد. اذا هذا هو الموضوع ديالنا هذا النهار، كنتمنى انه يكون فادكم هذا الموضوع. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا. قناه غاديه بالدعم ديالكم كنشكركم بزاف، و الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، وتكيو على زر جيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.